الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، المهذب، ونحن ما زلنا في كتاب اللعان، باب ما يلحق من النسب، في الكلام على ما يلحق من النسب وما يجوز نفيه. فرع: وإن تزوج امرأة فأبانها بالثلاث، يعني قال لها أنت طالق 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 ثلاثا، أو خالعها، والخلع الأصح أنه تكون به البينونة من الصغرى، وأنه فسخ، وهذا مرجوح في المذهب، لكن هذا هو الأصح دليلا. أو فسخ نكاحها بعيب ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، يعني هو بعدما بانت منه بينونة كبرى قذفها بزنا وأضاف الزنا إلى وقت ما كانت تحته، فلم يكن هناك نسب يلحقه منها لم يكن له أن يلاعن، وإن كان هناك نسب يلحقه منها له أن يلاعن. طبعا لأنه محتاج إلى أن ينفي الولد، ولن ينفي الولد إلا بالملعنة، فله الملعنة، لكن إن لم يكن ولد فليس له أن يلاعن، والمعنى أنه بهذا قد يقام عليه حد. قال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن بكل حال. لما؟ لأنها بانت منه بينونة كبرى لا يملك لها شيئا. دليلنا هنا: إذا لم يكن هناك نسب يلحقه منها فلا حاجة به إلى قصفها، فلم يكن له اللعان لأجل كقصف الأجنبي، فيكون هنا الحد عليه. نعم. فإذا كان هناك نسب يلحقه منها فهناك به حاجة إلى قصفها من أجل نفي النسب، وهذا أعدل الأقوال، فهو كقصفها حالة كونها زوجة. إذا ثبت هذا فإن كان الولد منفصلا لاعن لأجله، لأنه يريد أن ينفي الولد عن نفسه، وإن كان حملا فله أن يؤخر إلى أن تضع. وهل له أن يلاعن قبل أن تضع؟ المزني قال: له أن يلاعن، السبب موجود، يريد نفي هذا الحمل. الثاني أنه لا يلاعن، واختلف أصحابنا فيه، فقال أسحاق: لا يلاعن قولا واحدا، حيث قال يلاعن أراد إذا انفصل، وقال شفعي: لا يلاعن حتى أنفصل. ومن أصحابنا من قال فيه قولان، واختار الشيخ أبي إسحاق، أحدهما اعتبار قول المزني، أحدهما له أن يلاعن، لأن كل امرأة كان له لعانها بعد انفصال ولدها كان له لعانها قبل انفصاله كالزوجة، والثاني ليس له أن يلاعن حتى تضع الولد، لأن لعانها هنا إنما ثبت لأجل نفي النسب، والنسب لا يتحقق قبل وضع الولد، يعني لا، النسب نفسه لا يتحقق إلا بعد وضع الولد، فكأنه هنا لاعن قبل التوقيت، لاعن قبل وقته. وإذا جاء الشرع بتوقيت فلا يصح التقديم عليه ولا التأخير عنه إلا بدليل، لأنه ممكن ألا يكون ولدا، فإن طلبه ورثتها بالحد، فإن لم يكن هناك ولد لم يلاعن لنفي الحد، لأنه قصد غير محتاج إليه، وإن كان هناك نسب ونسب ولد يريد نفيه كان له أن يلاعن، لأنه محتاج إلى الحد. إذن إن طالبه ورثتها بالحد يعني يحد لذلك، لأنه ليس مضطرا إلى الملاعنة. فرع: وإن قذف زوجته ثم طلقها طلاقا ثلاثا، أو خالعها ثم طلبته بحدها، كان له أن يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن، لأنه لعان عن قذف كان محتاجا إليه، فهو كما لو لم يطلقها. وهل تحرم على التأبيد؟ في وجهان يأتي ذكرهما إن شاء الله. فرع: وإن قذف زوجته وأقام عليها أربعة شهود بزناها، يعني هو قذفها وكانت برفقة وأتى بأربعة شهود شهدوا شهادة تامة بزناها، سقط عنه حد القصف، يعني لا يحتاج للملاعنة، لعموم قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. المفهوم: إن أتى بشهود أربعة فلا يقام عليه الحد، سقط عنه الحد قصف، فلم يكن هناك ولد يلحق منها لم يكن له أن يلاعن، لأن اللعان لدرء الحد أو لنفي الولد، وهو قد سقط الحد عنه بإقامة الشهود، ولا ولد إذن لا حاجة للعان، وإن كان هناك ولد يلحق منها فله أن يلاعن لنفيه، لأنه لا ينتفي عنه بالبينة، فإن كان ولدا منفصلا فله أن يلاعن، وإن كان حملا فله أن يصبر باللعان إلى أن تضع. وهل له أن يلاعن لنفيه قبل الوضع؟ على الطريقين في التي قبلها، وكما قلنا بأنه
الأولى من ذلك أنه لا يلاعن حتى تضع، لأنه لا يلحق به النسب إلا بعد الوضع. وإن قذف زوجته بالزنا فأقرت به لم يجب عليه حد القذف، فإن كان هناك ولد يلحقه منها فإنه لا ينتفي عنه بإقرارها بالزنا، وله أن يلاعن لنفيه. حتى لو أقرت فالولد للفراش، يعني عندنا دليل محكم لا يمكن الحيد عنه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن كان مفصلا فله أن يلاعن لأجله، وإن كان حملا فهل له أن يلاعن لنفيه قبل انفصاله؟ قلنا له كما في قول المزني والثاني والأسد أنه ينتظر إلى الوضع فيلاعن لنفي النسب. وإن تزوج امرأة تزويدا فاسدا كأن تزوجها بغير ولي وقذفها وجب عليه حد القذف، وليس له أن يلاعن لدرء حد القذف عنه، لأن اللعان حكم يختص بالزوجين. وإن كان هناك ولد يلحق منها فله أن يلاعن لنفي. وقال أبو حنيفة ليس له نفي باللعان، دليلنا أن الولد في النكاح الفاسد كالولد في النكاح الصحيح في ثبوته، فكذلك في نفيه. فإن كان منفصلا فله أن يلاعن لنفيه، وإن كان حملا فهل له أن يلاعن لنفيه قبل انفصاله؟ على الطريقين التي في قبلها. وقلنا العلة في ذلك معروفة، ما هي العلة في ذلك؟ ما العلة في الإمهال والانتظار إلى أن ينفصل؟ ما العلة؟ لا، هو العلة في ذلك أنه لا يثبت النسب إلا بعد الانفصال، إلا بوجود الولد حقيقة، لأن الحمل قد لا يكون حملا فيكون قد لاعن على غير المحل. فهمتم؟ إذا ما كنتم متصورين فهمتم ذلك، لأنه النسب لا يثبت إلا بوجود الولد حقيقة، وهذا لا يكون إلا بعد الانفصال. فإن كان حملا قد لا يكون ولدا. وإن أتت أمته بولد وأقر أنه كان يطأها إلا أنه كان يعزل عنها لحقه الولد، لما روى سعيد الخدري أن قوما قالوا يا رسول الله إن نصيب السبايا ونحب الأثمان، يعني نبيع ونأخذ الثمن، أفنعزل عنهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها، إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها، ولأن أحكام الوطء تتعلق بالإلاج دون الإنزال، ولأنه قد يسبق منه من الماء ما لا يحس به فتعلق به. وإن كان يطأها دون الفرج أو أنه كان يطأها في الدبر فهل يلحقه ولدها؟ في وجهان كما قلنا في من وطئ امرأته كذلك وأتت بولد، والصحيح أنه يلحقه لأنه قد يتسرب المني إلى الفرج وتخص بالبويضة، والله على ذلك قدير. آخر مسألة في الباب، إذا قذف زوجته فلم تطالبه بحدها ولم يقم عليها البينة ولا لاعنها ثم قذفها بزنا آخر وأراد اللعان، كفاه لعان واحد، يعني في القصفين، ولأنه يجب عليه الحد حد واحد في القصفين، طبعا في أحد القولين فكفاه لعان واحد، ويجب عليه حدان في القول الثاني، إلا أن اللعان يمين واليمين الواحدة تنفي الحقين لواحد وأكثر. وإن قذف أربع زوجات له بكلمة واحدة أو كلمات وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة منهن لعانا، لأن اللعان يمين والأيمان لجماعة لا تتداخل في الأموال، ففي اللعان أولى، الأيمان لا تتداخل، فكل امرأة لها لعان خاص بها، يعني لا يصح أن يأتي بالأربعة ويلاعن لعانا واحدا، وإن كان قد قذف قذفا واحدا فلا يلاعن إلا باللعان لكل واحدة يكون لها لعانا أو يكون اللعان لعانا خاصا بها. فعلى هذا إن قذفهن بكلمة واحدة وتشاحن في البداية فأقرع بينهن، لأنه لا مزية لبعضهن على بعض، يعني من يلاعن أولا القرعة تفصل. وإن بدأ بلعان واحدة منهن برضا البواقي أو بغير رضاهن صح اللعان، ولأن كل واحدة منهن تصل إلى حقها منه. وإن قذفهن بكلمات وطلبت كل منهن الحد في وقت واحد وأراد اللعان بدأ بلعان من قذفها أولا، لأن حقها أسبق، ثم التي قذفها بعدها، ثم التي بعدها، والأسبق فالأسبق كما بينا. فإن لعن أولا من قذفها آخرا صح، فاللعان يصح في الحالتين، لأن المقذوفة قبلها تصل إلى حقها منه، وهذا ما نقله البغداديون.
قال المسعودي: إذا قذف أربع نسوة فهل يلاعن عنهن مرة واحدة أو أربع مرات؟ في وجهان الصحيح أنه يلاعن أربع مرات كما أنه قذف أربع مرات. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، قال: باب من يصح لعانه. من الذي يصح لعانه؟ من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجب من الأحكام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح اللعان من كل زوجين مكلفين. ويصح اللعان من كل زوجين مكلفين، ومكلفين هنا قيد، وهذا دلالة واضحة جدا على أن من لم يكن مكلفا لا يصح لعان، وهذا قيد يخرج الصبي والمجنون وأيضا المغمى عليه أو النائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وقال: عن الصبي حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق. قال: سواء كان مسلمين أو كافرين، أو أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا، وسواء كان حرين أو مملوكين، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا، وسواء كان محدودين أو غير محدودين. وبه قال ابن المسيب وسلمان بن يسار والحسن البصري ومالك وأحمد والليث، وهو قول جماهير الخلف والسلف. وقال الزهري والثوري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا بين زوجين حرين مسلمين غير محدودين في قذف، ويصح اللعان بين الفاسقين، ويصح اللعان بين الفاسقين. فهو قال حرين مسلمين، إذ الأحكام على الإسلام، لكن الشافعي هي يستدلون بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وهنا أطلق، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، أو قول على العموم: أزواجهم هذا جمع مضاف فيعم، فيكون هنا العام أيضا يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قد يقال النظر هنا يخصص، لأن الأحكام شرعت للمسلمين لا للكافرين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وهذا عام يتناول الجميع، ولأنه يمين بالله فصح من جميع من ذكرناه كسائر الأيمان، ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلف لكم يهود أربعين يمينا، فاعتبر يمينها، والنبي بيّن أن الحكم منوط بالأيمان، قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن أصناف ثلاثة لا يصح منها اللعان: الصبي حتى يحتلم لأنه غير مكلف، والمجنون حتى يفيق لأنه أيضا غير مكلف، مسألة. وأما الأخرس فإن لم يكن له إشارة مفهومة ولا يحسن الكتابة فلا يصح نكاحه ولا بيعه ولا شراءه ولا قذفه ولا لعانه، لأنه في معنى المجنون، يعني ما في شيء معتبر من فعله فيكون في معنى المجنون، فإذا نزل منزلة غير المكلف فلا يصح عقده. وإن كانت له إشارة مفهومة أو يحسن الكتابة فحكم حكم الناطق، لأن الإشارة تنزل منزلة النطق، والكتابة تنزل منزلة النطق أيضا إن كانت مفهومة وأقر صاحبها بها، ويصح بيعه وشراءه ونكاحه وطلاقه وقصفه ولعانه. أبو حنيفة قال: يصح نكاحه وطلاقه ولا صح قصفه ولعانه. دليلنا أنه يصح نكاحه وطلاقه، فصح قصفه ولعانه لأنها مرتبة على النكاح والطلاق، لأن هذا مرتب على النكاح والطلاق، ولأنه يصح يمينه، ولأنه يصح يمينه في غير اللعان فصح في اللعان كالناطق، وهذا صحيح. هنا الحق، إذا قلنا هل يصح يمينه كتابة أو إشارة في الطلاق؟ قالوا: نعم يصح. قلنا: إذن يلحق به اللعان، إذن يصح يمينه في اللعان، ولأن اللعان مرتب على النكاح، فما صح به النكاح يصح به اللعان. وأما الزوجة إذا كانت خرساء، فإن كانت لها إشارة مفهومة أو كانت تحسن الكتابة فقذفها الزوج فهي كالناطقة في لعانها، تلعنه بالإشارة أو بالكتابة. وإذا لم يكن لها إشارة مفهومة ولا تحسن كتابة فقذفها الزوج، فإن كانت حائلا لم يكن للزوج أن يلعنها، لأنه لا يلاعنها حتى تطالبه بحدها ولا صح منها المطالبة، وإن كانت حاملا فلو أن يلعنها لنفي النسب، وهذا كما قلنا بعد انفصال الولد منها. فرع: وإن لاعن الأخرس بالإشارة المفهومة ثم زال الخرس عنه فنطق وتكلم فقال: ما قصدت اللعان بما أشرت. هذا طبعا إذا كانت إشارة مفهومة فكلامه لا يعتبر به،
وأكون قد وقع اللعان، لأنه إذا نطق وقال ما قصدت أراد إرجاعها، ولأنه بالإشارة المفهومة قد حكمنا عليه بالبينونة الكبرى على التأبيد. لكن يقبل فيما عليه فيطالب بالحد والحق الولد، لكن عود الزوجة، الزوجة لا تعود، تبين منه بينونة كبرى على التأبيد. فأما إذا أنكر القصف واللعان معا لم يقبل قوله في القصف، لأنه قد تعلق به حق الغير بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره. وهذا أصل أصيل في كل إقرار ينكره صاحبه، إذا تعلق بالغير فالإنكار غير مقبول، وإذا كان بالذات وبالنفس فهو مقبول، كما كان في ماعز أنه أراد أن يرجع عن إقراره بالزنا، قال هل لا تركتموه تاب فتاب الله عليه، على أنه يقبل. واتفاق الأمة أنه لو سرق وأقر بالسرقة ثم نفى ذلك لا ينتفي حق الغير فيه، يعني المال لابد أن يضمنه، لابد أن يضمنه. فرعون وإن قذف امرأته ثم مرض واعتقل لسانه، فإن قال طبيبان عدلان من أطباء المسلمين إن هذا لا يزول كان كالأخرس، وإن قال إنه يزول ففيه وجهان، لا يصح العنه إلا بالنطق، لأن هذا يزول فهو كالساكت، لكن لو قال لا يزول يعني صار على الدوام لا يرجى برؤه، فإشارته المفهومة تنزل منزلة نطقه ويصح العنه. أما إذا قال هذا يأخذ مدته ويزول فلا يقبل، ولا تقبل إشارته ولا كتابته حتى ينطق، لأنه نزل منزلة الساكت لا الأخرس. هذا في من يرجى برؤه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه كالأخرس، كما روي أن أمامة بنت العاص بنت أبي العاص أصمتت واعتقل لسانها، فقيل لها لفلان عليك كذا ولفلان عليك كذا، فأشارت أن نعم، فرفع ذلك إلى الصحابة فرأوا أن ذلك وصية، ولأنه عاجز عن النطق فهو كالأخرس. والصحيح أنه ما دام يرجى برؤه فلا، ما دام يرجى برؤه فينتظر إلى أن ينطق، لأنه نزل منزلة الساكت لا منزلة الأخرس، ولأن الأخرس في غالب حالي لا يرجبه. نقف عند هذه المسألة في الملعنة، ونسأل الله أن ينفع بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.